مشاهدينا الكرام، ننقل لكم أجواء اجتياز امتحانات البكالوريا دورة المتمدرسون والتي انطلقت يومه الاثنين 6 يوليو من سنة 2020، حيث شهدت ثانوية ابن رشد التأهيلية بمدينة برشيد مشاركة 362 مترشحا، ضمنهم 45 مترشحا من الأحرار والباقي متمدرسون. وتمت العملية وسط إجراءات وقائية بسبب فيروس كورونا المستجد، والمتمثلة في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتمثلة في عملية التعقيم وارتداء الكمامات بالنسبة لجميع المترشحين. كما شهد اليوم الأول بعض الغيابات في صفوف المترشحين والتي بلغت بين الفترة الصباحية والزوالية على مستوى ثانوية ابن رشد التأهيلية غياب 16 مترشحا متمدرسا ومترشحا واحدا من الأحرار. وبعد ولوج جميع المترشحين إلى أقسام الاختبارات، تأتي عملية فتح الأظرفة وتوزيعها من طرف الأطر التنظيمية لذلك، إجراءات واكبتها كاميرا جريدة أصوات هنا بمدينة برشيد. علوم فيزيائية خيار فرنسية إنجليزية. علوم فيزيائية خيار لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.